داخلين معاكم فيديو جديد النهارده من قناه الحمراوي. هنعمل حاجه جميله خالص انطلبت مننا، الشيزلونج، كرسي المريح اللي طالع نازل طالع، او شيزلونج اوضه النوم، شيزلونج اوضه المكتب، سميه زي ما انت عايز تسميه. هنبدا النهارده تقطيع الخشب وشغله فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول مقاساتنا، الشيزلونج بتاعي يبقى 160 ارتفاع، 160 كله الارتفاع بتاعه، العالي هيبقى 75، الاخر تحت هيبقى 45، في النص هيبقى 27. هاخد ثلاث علامات على اللي المقاسات اللي انا قلت عليها دي، 75 من فوق خالص عشان دي اعلى نقطه، واخد على خط للاخر. ال 45 هاخد علامه منها واخد برضه خط للاخر. ال 27 سم اللي هي اقل نقطه واطيه فيها، وال 27 سم للاخر. انا قسمتهم ثلاث مقاسات، ثلاث مقاسات عشان كل مقاس يبقى ليه اللي هو العالي والواطي بتاعه. بمسطره او بنكاش قص او بحاجه، وهاخد معايا الكليبات بتاعتي. حد يمسك معاك، تمسك مع نفسك، ظبط المسامير وتنمر زي ما تحب تعمل. دي القريه هتلف معايا. والعالي بتاعي. بعد ما اخلص خالص هجيب القلم بتاعي معلم علاماتي، اتقل عليها عشان ابقى شايف بالاكيد انا بعمل ايه. بص عليها كده، هيبقى ده المنظر النهائي بتاعي قبل ما اقطع. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم، اللهم صلي عليه. قلب المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما. يا سيدي يا محمد، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك. 38 مللي 4 سم، يعني تعتبر 4 في 4 حاجه كده. بسم الله ما شاء الله زي ما انت شايف. وما تبخلش في الخشب لان اقل حاجه فيه هتبهدلك، لان حجمه مش حلو، استخدامه مش حلو، ضعيف، فبلاش ما توفرش في حاجه خايبه، يعني مش هترميك ولا تفقرك يعني الحتتين الخشب دول. فحاول ان انت ما تبخلش. الغيره بتاعك غالي فوق وتحت. Thank you.
بس اللي هتحطه زياده مش هيفقرك، بس يبهدل لك شغلك لو ما حطيتوش. دايما حاجتك تبقى بتطمن. يا رب يا رب يا رب يكون عجبكم.